بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الظروف الصعبة جدا على المنطقة، لما تبص الحمد لله والشكر لله على بلدنا، وإنه كله بيبص على الأمن والأمان في مصر، كل الدنيا بتبص على كده. يعني حواليك الخريطة فكله في إسرائيل، عمالة هنا وعمالة هنا وعدوان هنا وعدوان هنا، في كل مكان تضرب إسرائيل. ولكن ده أولا فضل ربنا أولا، ثم فضل رجال سهرانين على حماية أمن مصر، قوات مسلحة والشرطة. النهاردة سيادة الرئيس كان في أكاديمية الشرطة وكنا موجودين مع سيادته، وهكلم حضراتكم عن الأكاديمية واللي حصل النهاردة ورسائل سيادة الرئيس، إنه كلام في غاية الأهمية. ولكن عايز أوريكم من ساعة جيش الاحتلال الصهيوني المجرم ضرب اليمن، ضرب ميناءي الحديدة وراس في راس وإيه كمان، في اتنين ضرب ميناء راس عيسى، ضرب ميناء الحديدة وراس عيسى ميناءي، اتنين ميناء، ضرب محطتين كهرباء، ضرب مركز موقع خاص بخزانات الوقود، ضرب مطار. ده امتى؟ من ساعة. اللي قدامك ده من ساعة، دي واحدة من الضربات. يعني زي ما جيش الاحتلال اتكلم وقالوا انه طلعوا عدد من الطائرات، بيتكلموا على عشرات الطائرات المقاتلات، وحصل تمويل في الجو للطائرات، وهي قطعت مسافة 1800 كيلو مترا الى الحديدة، وضربوا المواقع والاهداف. ودي للمرة الثانية، يعني جيش الاحتلال بيضرب الحديدة للمرة الثانية. فاكرين حضراتكم كان ضرب في شهر يوليو الماضي المرة الأولى، النهاردة بيضرب المرة الثانية، ولكن بيتكلموا على الضربة المرة دي هي أقوى كثيرا من ضربة يوم في شهر يوليو الماضي، لأنه المرة دي كمان بيضرب عدة أهداف مش هدف واحد. ضرب اتنين ميناء، ضرب مطار، ضرب اتنين محطة كهرباء، ضرب خزان خاص بالوقود. يبقى احنا بنتكلم على ست أهداف، ست أهداف ضربها جيش الاحتلال في اليمن النهاردة، في الحديدة والمطار وغيره وغيره. وده زي ما هم قالوا، ده ردا يعني عدوان جيش الاحتلال ردا على ما يعني قام به الحوثيين بضرب توجيه صواريخ قبل عدة أيام إلى إسرائيل. الرد المفروض الحوثي النهاردة يعمل إيه؟ رده يعمل إيه؟ الحوثي لو عايز يرد بقى ويضرب بقى بجد، يعني انه كمان حتى صواريخهم يا دوب بتوصل وخلاص، بتبقى في شنك يعني ما بتعملش تاثير، يعني انها قطعت كل هذه المسافه وفي الاخر ما فيش نتائج. طب انت النتيجه ايه؟ هو ضرب لك مطار، مطار بمطار، مش هو اللي عمل كده؟ ضرب لك مطار فانت عليك ان تضرب مطار، ضرب لك ميناء عليك ان تضرب ميناء اسدود. يعني الحوثي لو وانا بقول لهم زي ما قلت لحسن نصر الله وما سمعش الكلام فقتلوه، فبقول لعبد الملك الحوثي لو عايز ترد رد زي ما هم ضربوك. يعني هو دلوقتي ضرب مطار فانت عليك ان ترد في مطار بن غوريون، تضربه، ما هو ضرب المطار عندك. طب ضرب لك الميناء، ضرب لك اتنين ميناء مش واحد، عليك ان تضرب ميناء اسدود. يبقى الرد يكون رد زي ما يضرب عندك موقع خزانات وقود، انت تضرب كمان مواقع خزانات الوقود وغيره في محطات الكهرباء والضلمة عليه في تل أبيب، ما انت هو ضرب عشان يضلم عليك، فانت لازم ردك يبقى كده لو انت عايز ترد. ولكن بقى تضربه صواريخ وتقول لك ضربنا وعملنا وفي الاخر لا نتائج، لا نتائج. لكن الرد رد زي ما هو عمل كده. هو عمل ايه نتنياهو؟ ده اللي عمله نتنياهو، ده اللي موجود فين؟ بقول لحضرتك ضرب ست اهداف النهارده، وهي اهداف مؤثره بالنسبه للحوثيين. ليه؟ لانه ادي محطات الوقود ومحطات الكهرباء والمطار، كل دي اللقطات اللي هي طلعت قبل قليل من اليمن وبعد هذه الضربات، وكأنه في ناس قاعدة مستنية الضربات. يعني شيء غريب جدا، الضربة تحصل وتلاقي ناس واقفة بتصور حتى من البيوت. يعني بقول لحضرتك تحصل ضربات تلاقي ناس ماسكة تليفونات وتصور، والحق شير على مواقع التواصل الاجتماعي. قدامك اهو، ده اليمن من شوية، ضرب ست أهداف في اليمن من عدوان إسرائيلي على اليمن، على الحوثيين،
على المطارات، على المواني، على محطات الكهرباء، على مخازن الخاصة بالوقود. هذا ما يجري في اليمن. من سوريا كمان، في سوريا كمان من شويتين، من ساعتين كده، أمريكا كمان وجهت ضربات داخل سوريا. يعني شوف المواقع، شوف بيحصل ايه في المنطقة. لما انا بوريك عشان اقول لك، اوصل لك لكلام سيادة الرئيس النهاردة، بعرض لحضرتك ده الاول ثم اوريك المشهد كمان في سوريا. ده سوريا النهاردة، هجوم امريكاني زي ما الامريكان قالوا، قتلنا 34 واحد من عناصر ارهابية. ده طبق الامريكان، طبق الامريكان. ما تعرفش هل الامريكان عندهم مصداقية ولا لا، الله اعلم. يعني هم بيقولوا كده، تعرفش. ادي الضربات الامريكية. هنا غزة احدث شغل ضرب، ضربات ايضا، عدوان على غزة، استمرار غزة الضرب. وهنا لبنان الجريحة والمستمرة، جراح لبنان، يعني لبنان جريحة بمعنى الكلمة. لبنان ولسه لا نتمنى لكل خير، ولكن يبدو ان القادم للبنان هيبقى زي كده. يعني المشاهد اللي هنا هتبقى المشاهد اللي موجودة في غزة. ده اللي اسرائيل بتشتغل عليه دلوقتي. اسرائيل النهارده بتشتغل عشان حضرتك تحول جنوب لبنان الى زي ما حصل على مدار 10 شهور في غزة بالظبط. ادي المشهد، المنطقة العربية، لبنان، غزة، سوريا، اليمن. مين بيعمل كل ده؟ الامريكان مع واسرائيل. ولكن اسرائيل هي امريكا، لان السلاح اللي هنا مين؟ بتاع امريكا. السلاح اللي هنا بتاع مين؟ امريكا. السلاح اللي هنا امريكا، امريكا. السلاح اللي هنا مين؟ امريكا. يبقى كله ده السلاح الامريكي والمقاتلات الامريكيه. هنا في دعم اسرائيل بتاخده من امريكا، لسه اخره اول امبارح، 8 مليار دولار. ده دعم اضافي تاني، دعم اضافي، ده اول امبارح، غير ال 45 مليار دولار اللي بقى لهم كام شهر، غير وغير. يعني المخازن، مخازن السلاح الامريكيه دلوقتي شغاله، جسر جوي امريكي. تاني بقول لحضرتك تبقى واخد بالك من الموضوع، جسر جوي امريكي ينقل احدث الاسلحه الى اسرائيل، ثم جسر كمان بحري. يعني هناك جسرين، احدهما بحري والثاني جوي. ليه؟ لنقل احدث الاسلحه والذخائر من المخازن الامريكيه الى جيش الاحتلال. عشان كده اسرائيل بقالها سنه شغاله بتضرب في عده اتجاهات. مفيش دوله يا جماعه تعمل كده الا لو عندها مخازن مفتوحه، تقدر تعمل ده لانه عندها امريكا. امريكا، قلت لحضراتكم امبارح، اسرائيل هي الجناح العسكري للولايات المتحده الامريكيه. تقدر تعمل كده مين؟ روسيا. روسيا دوله كبيره، دوله عظمى يعني، وعندها السلاح وعندها كل شيء والتصنيع وكله، فتقعد تشتغل سنه واثنين وثلاثه وعشره حروب. روسيا. لكن في دول ما تقدرش تتحمل، لانه في الاخر انت عايز سلاح، وانت مش بتصنع سلاح، بتجيب السلاح. طب مش هيديك السلاح تعمل ايه؟ تتعرض اللي بيحصل فين؟ لبنان. هو حزب الله عنده دفاع جوي؟ ما عندوش دفاع جوي حزب الله. عشان كده سيطرة الجوية لمين؟ لمين؟ لاسرائيل. غزة عنده دفاع جوي؟ لا. فعشان كده بيضرب المقاتلات في اي وقت. طب هنا عنده دفاع جوي؟ ما شفناش انه اسقط مقاتلات مثلا اسرائيليه مثلا. لا عنده دفاع جوي، ما عندوش دفاع جوي، رغم انه عنده صواريخ باليستيه، صواريخ باليستيه. ولكن تاني بقول، طب هنا عنده يطلع ويضرب وفي الاخر ما فيش حاجه بتحصل. وهنا الدول هذه تاني لازم ناخد بالنا، ناخد بالنا. عشان كده اي اجراء واي قرار واي تحرك، كل واحد يحافظ على بلده. لما قلت لحضرتك في البداية إنك تعدي ببلدك وسط هذه الظروف الصعبة، فيعني نحمد ربنا ونشكره على هذه النعمة، ولكن كمان بعد كرم ربنا، ولكن في رجالة بيشتغلوا في عمل بيتم على مدار الساعة لأمن واستقرار مصر، في قيادة شغالة، في مؤسسات دولة شغالة، في أجهزة شغالة، كله شغال عشان أمن واستقرار البلد. الموضوع مش جاي يعني كده وخلاص، لا، الموضوع فيه يعني تمن غالي بيدفع. وتاني غير التمن الغالي كمان، ان احنا بنتعرض لمشاكل هائلة على مدار الوقت. عندنا مشاكل اقتصادية طبعا، طبعا مشاكل اقتصادية، ولكن تاني بقول الامن والامان تاني للشعب المصري كله،
وانت لازم تبقى كدولة، دولة كبيرة، دولة عندها جيش كبير جدا قوي جدا، جيش ما هو انت اللي عندك ده اللي بيديك الردع، ان محدش يقدر يقرب لك، محدش يقدر يعمل اي حاجة ضدك يعني. طيب ده بيعمل ايه تاني؟ يخليني انا كمان كمواطن لازم ابقى واخد بالي كويس قوي من بلدي، ابقى واخد كويس قوي من بلدي. هذا التوقيت، وزي ما بقولت مبكرا وافضل اقول هذا الكلام ما بغيروش، البلد تحتاج الدعم الكامل من كل واحد فينا. بمعنى ايه؟ ان انا بتحمل كمواطن، بتحمل هذه الاوضاع، لانه لا قدر الله، لا قدر الله. على فكرة مصر كانت كده، مش هنفضل الموضوع نعيد ونزيد، ولكن مهم التذكرة، هنفضل نتكلم فيه طبعا. عندما حدث فوضى يناير 11 كان الهدف نوصل زينا زي اليمن، زي سوريا، زي بيحصل في لبنان، زي الدول اللي حصل فيها الخراب اللي عندك اللي هو موجود فيها دلوقتي، واللي موجودين لحد دلوقتي ما هم رجعوش. هي سوريا رجعت، نتمنى ليها السلامة وترجع. هي اليمن رجعت، نتمنى ليها السلامة وترجع. ليبيا رجعت، نتمنى ليها السلامة وترجع. السودان اللي رجعت، نتمنى ليها السلامة وترجع، وغيره وغيره وغيره. كان عايزك كده، ما هو ده كان المخطط كده. خطة مصر تعمل ايه يحصل فيها ده؟ لا عندك جيش ولا عندك شرطة. هو لما ضرب الشرطة ضرب ايه اول حاجة في الشرطة؟ عمل ايه؟ جهاز ما بحسن من الدولة، اللي هو جهاز المعلومات، جهاز المعلومات، فضربه عشان تتغمى البلد. اجهزة الدولة الشغل ما عندهاش معلومات، وراح ضارب ودخل دمر. هو ما هو ده كان الهدف، ده السيناريو الاول، ثم اخلص ده واروح للقوات المسلحة عشان ما يبقاش بلد اصلا، وعمل فتنة ما بينك مع جيشك، لان هذا الجيش هو جيشك. ولكن بفضل ربنا وكرمه كانت كل هذه المؤامرات سقطت وانتهت واتدمرت وفشلت، لانه عندنا الوعي، لان احنا كشعب عندنا الوعي، ولازم يبقى عند حضراتكم ده. تفضل طول الوقت شايف الموضوع، ما تبقاش عشان الحمد لله امن وامان، الحمد لله الحمد لله، اما ابقى شايف اللي حواليا، لازم تشوف اللي حواليك. والله ما ده كان مخطط مصر، كان مخطط اللي هنا مصر كانت تبقى كده. فاللي حصل في البلد، والبلد اتشالت، والبلد حصل فيها اللي حصل، تاني كرم ربك. طب احنا كدولة يعني، واحنا حصل عندنا كم حرب والثورات قد ايه؟ كم حرب اشتغل على كم حرب لحد حرب الارهاب اللي خلصناها؟ اتكلم على 6 حروب من 48 واحنا جايين، 48 واحنا جايين، 56 وثم 62 اليمن، ثم بعد كده 67، ثم انتصارنا العظيم 73، ثم حرب ارهاب استغرقت 10 سنوات، حرب على الارهاب، هذه حرب كاملة ايضا، ثم ثورة يوليو 52، فوضى يناير، وثورة 30 يونيو العظيمة 13. ما هدول كلهم عملوا ايه في البلد؟ انهي اقتصاد، انهي موارد انت بتتحملها؟ اتحمل انا كمواطن عشان بلدي تفضل كده، تفضل آمنة، وتفضل ويفضل جيشك قوي. وكل ما تدي دعم لقواتك المسلحة، وتاني الجيوش، الدعم كله شعب، اي حد عنده جيش النهارده بيحافظ عليه، ان هو الامن والامان مع الشرطة، امن الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض، امن داخلي وامن الحدود وكل شيء، وامن والسلام والامن القومي، وايديك ايديك ايديك طايله طايله طايله. ده ليه تمن كمان، ليه تمن غالي لما انت عملت ده، وتعمل اكتر وتقوي اكتر، وكل ما انت تبقى قوي محدش لما يبص لك كده هو عارف عندك ايه، وعارف حركتك ايه، وعارف قوتك ايه. ولكن لازم نخلي بالنا على البلاد اللي حوالينا، ونخلي بالنا على اللي بيحصل دلوقتي. لبنان وضع خطير جدا في لبنان. لبنان بيتم حصارها عسكريا من جانب،
جيش الاحتلال الاسرائيلي. ليه؟ عشان يمنع دخول عناصر، دخول سلاح، دخول وبالتالي حصار لبنان. حزب الله، طب في النهارده مليون نازح. النهارده نجيب ميقاتي رئيس الحكومه اللبنانيه النهارده بيتكلم بيقول لك عندنا توقعات بحوالي مليون نازح. من كام يا جماعه؟ من 4-5 مليون، من 5 مليون، مليون منهم مليون واحد نازح. ده لسه احنا بنتكلم في 4-5 ايام، ما اتكلمناش اسبوع ولا شهر ولا سنه. انت بتتكلم على 4-5 ايام نزوح حوالي مليون اللي هم قاعدين في الجنوب، لان الجنوب فيه تقريبا حوالي مليون، مليون ونص في جنوب لبنان. فاسرائيل داخله عشان تاخد المنطقه الجنوبيه جنوب لبنان زي ما هم قالوا، المخطط اللي قالوه هيعملوه. تتوسع اسرائيل زي ما قال لك هغير وهعمل، بيعمل كده. ما هو بيغير، ما هو ده النزوح. هم دول هيروحوا يقعدوا فين؟ او هيلجأوا لاي اماكن؟ وهيشربوا منين؟ وبكام؟ وقد ايه؟ الامم المتحده النهارده برنامج الغذاء العالمي النهارده داخل على بيتكلم على يعني دعم وجبات وغيره لمليون واحد اللي هم في الشوارع، ناس قاعده في الشارع، في الشارع. والله هوريكم في الشارع اهو، ادي في الشارع اهو، بصوا في الشارع. ما المشاهد دي لازم تشوفها. الولاد دول، الاطفال دول، الاطفال دول في الشارع. ده انا بتكلم على لسه كام يوم في لبنان، ما اتكلمناش على حرب طويله ولا عدينا شهر. انت متخيل يبقى المشهد ده في لبنان؟ ناس في الشوارع قاعدين على الارض على الرصيف. هنا الماساه، هنا المعاناه الانسانيه. ناس عايزه، ولاد عندهم مدارس، ولاد عندهم جامعات، ولاد عايزين يتعلموا، قاعدين في الشارع دول. شوفوا قاعدين ازاي وسط ايه. انا بكلمك على لبنان. تخيل دول قاعدين هنا، تعمل معاهم ايه؟ الضاع الصعب اللي بيعانوا منها ازاي في الشارع ده. شوفوا قاعدين نايمين ازاي، في انهي اماكن. المشهد ده حضرتك تاخده قدامك، قدام عينيك، قدام عينين حضرتك، تشوف المشاهد ديت. عشان لما بقول حمد وشكر وكل يوم لازم اوريك الكلام ده، ولازم تبقى شايف معاناة الدول والشعوب، تمن بيدفع. لانه لما بيتاخد قرار هنعمل ومش قادر يعمل، طب هتحميهم؟ حميتهم؟ ما حماهمش، ما حماهمش، هو سابهم، سابهم زي ما انت شايف لمصيرهم، كل واحد لمصيره. الاسر دي، الاسره دي، هذه السيده ايه اللي في دماغها دلوقتي؟ هذه السيده الفاضله ايه اللي في دماغها دلوقتي؟ دول اللي شايلين حاجتهم ويا دوب واخد حاجه بس يقدر ياخد اي حاجه من البيت. قال له لازم تمشي دلوقتي، تمشي دلوقتي عشان هضرب البيت بتاعك. هيضرب، بيضرب كل البيوت، مش هي بيضرب كل حاجه عنده، لانه حصل هذا الاختراق، حصل اللي احنا بنشوفه النهارده في لبنان. فناخد بالنا من بلادنا بمنتهى القوه، وزي ما بقول كده تعذب البلد وفي ظل هذه الظروف الصعبه. والظروف طبعا طبعا ما وضع اقتصادي، طبعا كله عارف وضع اقتصادي، ولكن بقول لك الاهم النهارده انك تعذب بلدك، تعبر لبر الامان ببلدك. تاني دورنا كلنا كده عشان نعبر ببلدنا لبر الامان. ده يحتاج كده تحديات غير مسبوقة، ومش كل حاجة معروفة نقدر نقولها على الهواء. لا والله مش بخوف حد، لا ده بالعكس. سيادة الرئيس النهاردة بيطمن الشعب المصري، ولكن تاني عندنا تحديات. فالتحديات دي محتاجة ان انا ابقى كمواطن واخد بالي كويس قوي. تحديات بتواجهها الدولة، وضغوط اقتصادية شديدة على الدولة، وشائعات على مدار الساعة، شائعات رهيبة سيادة الرئيس اتكلم عليها النهاردة، طول الوقت شائعات. فناخد بالنا، ما انت في الاخر كان عايز بلد دي بلد واقفة، واقفة وصامدة بفضل ربنا اولا، فضل رجالة وفضل شعب، شعب عظيم بيتحمل وهيتحمل عشان نعدي. ونفضل كده واقفين، واقفين وبنعدي. احنا عدينا من اصعب مراحل، ولكن خلي بال حضراتكم
هذه المرحلة هي مرحلة في غاية الخطورة وتحديات غير مسبوقة للدولة المصرية والشعب المصري من كل حتة. عندك كل اتجاه النهاردة عايز جيش قد الجيش اللي موجود، الجنوب عايز جيش كامل، الشرق عايز جيش كامل، والغرب وهكذا، كل تحديات عايز جيوش، لأنه الجيش يعني أمن، أفرض سيطرة، أحمي حدودي، محدش يدخل عندي، محدش يفكر في أي مرحلة يتكلم عن أرضك وابعت وأحول وأجيبه، لا لا خالص. وتأمين الأمن القومي، الأمن القومي هو أبعد من حدودنا، حدودنا أمن قومي ولكن كمان في أي اتجاه آخر. تبقى أنت كمان عندك ده الأمن القومي المصري، تحافظ عليه، وده دورنا كلنا كشعب، وناخد بالنا من بلدنا. نشوف أخبارنا الليلة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في الاحتفال بتخريج دفعات من أكاديمية الشرطة ما بين الكلية والمتخصصين وغيره، سيادة الرئيس النهاردة في كلمة يعني مهمة جدا في نهاية الاحتفال، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب، لحضراتكم انتبهوا، حجم الكذب والإفك ضخم جدا خلال الفترة الحالية، ده كلام سيادة الرئيس لحضراتكم، هسمحوا لكم دلوقتي، مهم قوي، لأكاذيب والشائعات مستمرة، لأنه دي هدف، الهدف النهاردة إيه؟ مرة تانية مصر، مرة تالتة مصر، عايزين نعمل زي ما كذا، ناخد بالنا، ناخد بالنا كويس قوي من الشائعات، مواقع التواصل الاجتماعي مكان للشائعات، مركز الشائعات، السوشيال ميديا، فناخد بالنا منها، في أجهزة شغالة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أجهزة في الموساد شغال، في الشباك شغال، في أجهزة أخرى ولجان أخرى شغالة، تنظيم إخواني إرهابي وأجهزة استخبارات مختلفة بتشغل على مواقع التواصل الاجتماعي وبتدخل لك بأسماء عربية وأسماء مختلفة ويحط لك صور عشان جذب، هناخد بالنا من كل ده. خلي بالك أي حاجة عن بلدك سلبية ما تشيرهاش، أستأذنك ما تشيرهاش، ما تشيرهاش، لأن ده الهدف، إن أنت يستغلك على مواقع التواصل تبدأ تشار، والحق والحق، وفي الآخر شائعة، وأنت بتساعد عشان ينتشر، بتساعد عشان يتشاف، لا ما تعملش كده، لأنه ده هو هناك استهداف للدولة المصرية، فنخلي بالنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحذر من الشائعات، سيادة الرئيس قال أنا صريح وصادق معاكم، بيقول للشعب المصري لحضراتكم، وهفضل على طول كده، لانه لو في اي حاجه الرئيس بيقولها لنا، وهذا امر في غايه الاهميه، اي حاجه الرئيس بيقولها بمنتهى الشفافيه وقلتها وبفضل اقولها، الدوله ما فيش حاجه عندها بتخاف انها يعني تخبيها، لا، الدوله بتقول كل حاجه وبتوضح للراي العام. سياده الرئيس زي النهارده كده، دولة رئيس وزراء كل أسبوع بيطلع من مؤتمر صحفي بشكل واضح ويرد على كل حاجة، السادة الوزراء يعملوا مداخلات أو المسؤولين يعملوا مداخلات ولقاءات تلفزيونية عشان يوضحوا للرأي العام، وهذا أمر في غاية الأهمية، ما سيبش أبدا أي شائعة أسيبها يعني تنتشر، لازم نرد عليها كلنا، وإحنا كلنا نواجه هذا الأمر كشعب، ما هو ده دورك، دور حضرتك كمواطن مصري محترم ومواطنة مصرية محترمة، تردوا على أي شائعات، تتصدوا للشائعات، تتصدوا اللجان الإلكترونية، ده دورنا كلنا، أنا كلنا مع بعض، كلنا في مركب الوطن، فاللي في مركب الوطن عليه أن يتصدى للشائعات ويدافع عن بلده وبكل قوة، بلدنا محتاجة لكل واحد فينا، ما نسيبش ذيول العناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية والخونة يفضلوا طول النهار والليل يبثوا شائعات ضدنا وضد بلدنا وضد الرئيس وضد الجيش وضد الشرطة وضد مؤسسات الدولة ويلحقوا ويعملوا ويسووا. خلي بالك، خلي بالك من بلدك، خلي بالكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على التوازن المصري وسط الاضطرابات الخطيرة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن الشعب المصري، الأمور تسير
من جيد لأفضل بإذن الله. من ضمن اهو قدام حضراتكم اهو الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قال لنا ايه؟ قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر. هو ده دخل كان داخل لنا. إيراد القناة 6 مليار دولار. عارف يعني ايه 6 مليارات دولار؟ يعني ما دخلوش إيراد القناة في 6 شهور في 8 شهور اللي فاتوا دول. ده رقم يا جماعة كنا داخلين نوصل ل 11 مليار دولار و10 ونص مليار دولار وداخلين لأرقام كبيرة أرقام تاريخية كنا رايحين لها. ولكن كل اللي حاصل ده في البحر الأحمر من احنا دفعنا اهو. هو مين خسر 6 مليار دولار؟ مين؟ مين خسر 6 مليارات دولار؟ احنا مصر. ده في بند واحد، ده في حاجة واحدة بقى، ده قناة السويس. مش هكلمك على حاجات أخرى وتحمل فواتير أعلى. ما ده كله إنفاق. هي الدولة بيجي لها قد إيه والدولة بيجي لها حجم قد إيه وفلوس قد إيه ودخلنا قد إيه؟ ما احنا عندنا خسائر رهيبة من 2011. عشرات المليارات، مئات المليارات الدولارات خسائر من 2011. خسائر، ما هو بيدفع، ما هو ده ثمن بيدفع لحد النهارده. انت حضرتك بتدفعه والدوله بتدفعه والمؤسسات بتدفعه والحكومه بتدفعه. هو ده جزء من اللي حصل في 11. كلنا بندفع ده لحد النهارده. ما هو انت كان كام يعني ايراداتك ان شاء الله؟ السيد محمود توفيق وزير الداخلية في كلمته النهاردة: مصر تتقدم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في طريق الإنجازات بكل المجالات. السيد وزير الداخلية: ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن ونكثف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل. حفلة النهاردة كانت رائعة. حفلة النهاردة كانت رائعة في منتهى القوة، ويعني نقلة متميزة جدا جدا حتى في مع الشرطة النسائية. وهنتكلم على احتفالية النهاردة، احتفالية رائعة بصراحة. امبارح الدكتور بدر عبد العاطي كان بكلمة مصر في الجمعية العامة الأمم المتحدة، وزير خارجية مصر: لن تتسامح. ركزوا في الكلام ده مهم. مصر لن تتسامح مع التهديدات الوجودية من سد السد الاثيوبي. من السد الاثيوبي، سيبكم من كلمه النهضه دي، مش نهضه، السد الاثيوبي او سد الخراب الاثيوبي. مصر ايه؟ لن تتسامح. قالها امبارح كده، وقال مش هنفرط في اي شيء، ويعني مش حقوقنا محفوظه. امبارح وزير خارجيه، وعايز احيي الوزير بدر عبد العاطي لانه عمل لقاءات كتيره جدا على مدار العشر ايام اللي فاتوا وما بين واشنطن ونيويورك. عمل لقاءات في واشنطن مع الكونجرس وغيره وغيره، ثم نيويورك مع الجهات كله، حتى الامين العام للامم المتحده وانطونيو جوتيريش ووزراء خارجيه دول عده، ولقاءات مهمه جدا، وكلها لقاءات كلها كان بيركز في المجمل على قضيه الامن المائي المصري وحقوق مصر التاريخيه وعدم التنازل على الاطلاق عن اي نقطه ميه. ولكن نطمئن، تاني بقول لك اطمئن يا شعب يا عظيم، كرم ربنا وخير ربنا كتير كتير ان شاء الله يا رب، دايما كل خير للبلد. اليمن لسه بنتكلم عليها، غارات اسرائيليه تستهدف الحديده وتفجر خزانات نفط. الجيش الاسرائيلي يعلن فرض حصار عسكري على لبنان، وده البدايه لسه بكلم حضراتكم عليها. ادي الدبابات اهي جاهزه قريبه من حدود الجنوب مع لبنان، ومنتظرين التحرك، انه هنا فرض حصار بحري وحصار بري وكمان جوي. المطار مطار بيروت، ولما قال لك انه مش هنسمح باي طيارات هيشكوا فيها تنزل مطار بيروت. سي ان ان: الولايات المتحده ترجح وقوع توغل اسرائيلي بري في لبنان. احدى وسائل الاعلام الفرنسيه بتقول: جاسوس ايراني وراء عمليه اغتيال حسن نصر الله. هم اللي بيقولوا على عهده الجماعه الفرنسويين، بيقولوا انه اللي عمل الحكايه واللي بلغ. لسه امبارح كنت بقول لحضراتكم انه لابد ان يكون من ابلغ المعلومه من الدائره الاولى، وهم قالوا كده في التقرير المنشور النهارده. قالوا انه حد من الدائره الاولى قريب
جاسوس إيراني زرعته إسرائيل، بلغ وخد المعلومات من الدائرة الأولى من المقربين من حسن نصر الله وبلغ بالموعد المحدد، لأنه كان في اليوم ده اتكلموا على كان حسن نصر الله مع أحد قائد الفيلق القدس في لبنان الإيراني طبعا، وكانوا مع بعض في العربية وبعدين راحوا حضروا الاجتماع، تم إبلاغ المعلومة، كان في جنازة أحد القتلى من قيادات حزب الله اسمه سرور تقريبا، محمد حسن سرور، وكان حسن نصر الله موجود هناك، وعلى طول راحت المعلومة لإسرائيل، خدوا القرار، قرروا يقتلوا حسن نصر الله ومن مع حسن نصر الله، بيتكلموا النهاردة على 20 قيادة كانوا موجودين معاه. اغتيال حسن نصر الله يكشف عمق الاختراق طبعا طبعا، من أي حد قالب به عمق الاختراق الإسرائيلي لصفوف حزب الله. خميني ياه تاني، ما بنتوعد بقالنا كتير، يتوعد إسرائيل بضربات مؤلمة من المقاومة، يعني مش من إيران، هنا بيقولنا اللي هيضربه المقاومة مش إيران، خلاص هنا يبقى خلي بالكم العنوان ده مهم قوي. خميني ده المرشد الأعلى، يتوعد إسرائيل بضربات مؤلمة من المقاومة، يبقى هنا ما جابش سيرة إيران، هنا بيتكلم على مين؟ على الأزرع إيران اللي موجودة، سواء بيتكلم على حزب الله، بيتكلم على الحوثيين، بيتكلم على الميليشيات الموجودة في العراق، الحشد الشعبي وغيره، بيتكلم على الميليشيات الموجودة في سوريا، يبقى هنا بيتكلم على الأزرع إيران في المنطقة. مفيش يعني معناه كده بيقول إن إيران مش هتدخل في مواجهة مع إسرائيل، وهذا هو اللي إيران بتشتغل عليه من بدري. إيران مش هتدخل عشان حسن نصر الله، مش هتدخل عشان بشار الأسد، مش هتدخل عشان عبد الملك الحوثي، مش هتعمل الحكاية دي، ولا عشان إسماعيل هنية، مش ممكن إيران هتعمل ده، هتضيع اللي عملته، بلها 20-25 سنة بتبني في برنامج نووي، هتيجي تضيع عشان إسماعيل هنية، ولا عشان عماد مغنية اللي اتقتل في سوريا في 2008، ولا عشان السفارة بتاعتهم اتضربوا، القنصلية بتاعتهم، ولا شيء، ولا حاجة، وضرب وحسن ولا شيء، خلاص عدي يا سيدي، عدي، هو يقول لك عدي عدي، ما خلاص عدي، وانا اعمل ايه يعني؟ هروح اواجه امريكا؟ ايران مش هتواجه امريكا، ومحدش هيواجه امريكا بالمناسبه، محدش هيواجه امريكا اطلاقا. تواجه امريكا ازاي يعني؟ ضرب دخلت ايران، طب امريكا جايبه حامله طائرات، وجايبه غواصه نوويه، وجايب كل حاجه، يعني هيدخل يجد امريكا تجد الفرصه السانحه بالنسبه لها. ممكن يضرب قواعد عسكريه ليه؟ طب ما يضرب قاعده ولا اتنين، بس امريكا طرف لو حصل ده شوفوا تعمل ايه في ايران؟ هتعمل في ايران زي ما حصل في افغانستان. زي ما حصل في افغانستان على طول. فايران وايران كمان ظروفها الاقتصاديه صعبه واوضاعها صعبه ويعني ما عندهاش تكنولوجيا متقدمه، واضح جدا طبعا. عندها مشاكل يعني. ميقاتي رئيس الحكومه اللبنانيه طبعا طبعا هو ده الكلام العقلاني يعني. الجيش اللبناني يعني الجيش اللبناني تفتكروا يعني ازاي يعني؟ لا خيار سوى الدبلوماسيه. ده كلام راجل عايز يحافظ على البلد. تاني كلام رجل يريد الحفاظ على بلده، عايز يحافظ على لبنان، نجيب ميقاتي، فعمل ايه؟ لا خيار سوى الدبلوماسيه، ما طلعش عن تريات وقال لك هنضرب ونواجه اسرائيل، هو عارف لا هيواجه اسرائيل ولا هيواجه. والجيش الجيش اللبناني مستعد لتطبيق ال 1701 القرار الاممي الصادر في 2006 اللي هو اللي عامل الازمه ديت. قال لك الجيش اللبناني يدخل ويفرض سيطره وبالتالي يبقى فيه يعني نتمنى والله، لانه مش عايزين انه جيش الاحتلال يعود لاحتلال يعني اجزاء من لبنان مره اخرى ويتوسع مره اخرى، مش عايزين يبقى ده. فعايز يوصل لحد جنوب، عايز يوصل ل 35-40 كيلو منطقه يفصلها تماما، ما فيش حزب ممنوع تواجد اي سلاح لحزب الله في هذه المنطقه. اسرائيل عايزه تروح تاخد المنطقه دي بالكامل. الاكبر في تاريخ لبنان ميقاتي، عدد النازحين قد يصل الى المليون. ده احنا بنتكلم في 4-5 ايام فقط، ما بالك لو الموضوع ده استمر شهر ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، ودخلت اسرائيل وعملت التوغل بتاعها
وعملت شالت البيوت اللي هي في جنوب لبنان بالكامل، القرى والمدن وغيره وغيره، شالتها بالكامل. أهاليها رايحين فين؟ يعملوا إيه؟ وضع في لبنان مشاكله إيه؟ إيران، أمريكا شريكة في اغتيال نصر الله ونتأهب لحرب واسعة. ما نعرفش هل حرب واسعة ولا زي أي كلام يعني. طب المرشد قال ما اتكلمش على إيران ولا الحرس الثوري، اتكلم على الميليشيات الأزرق بتاعتهم يعني. واشنطن بوست، إدارة بايدن تجد صعوبة في التنبؤ برد إيران على اغتيال نصر الله. إلي كوهين بيقول أيوة، خلوا بالكوا ده مهم قوي، ده وزير الطاقة الصهيوني بيقول إيه؟ تعرفين اتفاق الغاز اللي كان وقع ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هنا بيقول لك نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان. ليه؟ ما خلاص النهاردة فيه، هو بقى حس إن هو في موقع قوي، حس إنه ضرب ضربة حزب الله ضربة كبيرة. لما عملوا ده إن حزب الله كان بيهدد هنعمل وهنسوي، اتضح إن حزب الله كله تهديداته في شنك. فإسرائيل دلوقتي اكتشفت إنه الاتفاق ده اللي عملوه، يقول لك هنجد ثغرة عشان نلغي الاتفاق ده، ويعملوا إيه؟ يروح ياخد البلوك 9 اللي هو في غاز الشرق المتوسط اللي بينه وبين إسرائيل اللي هو النزاع عليه، ياخدوا المنطقة دي بالكامل، النزاع على المنطقة دي. لانه في الاخر انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتدي ثرواتك، لان هو شاف ان حزب الله ليس لديه القوه اللي كان بيروج ليها، اللي كان بيروج تاني ليها، واللي كانوا بيجروا يقول لك الحق عنده عنده. طب انت 180 الف صاروخ ولا 200 الف صاروخ اين هم؟ فين؟ عشان كده رجع قال لك ايه؟ هنلغي الاتفاق ده، وهيلغوه وهيرفض السيطره، وشوف بقى هيحصل ايه. عندما مفيش يحصل ده زي ما حصل في 11 واتعمل سد الخراب الاثيوبي عشان ما كانش فيه، هتعمل ايه؟ ما عندكش. بعد مقتل حسن نصر الله، الجيش اللبناني يوجه رساله للمواطنين، وطننا يمر بمرحله خطيره ودقيقه. الأغذية العالمي يدشن عملية طارئة لتوفير مساعدة غذائية لمليون لبناني. حزب الله يؤكد مقتل علي كارتي، ده أحد قيادات الحزب مع نصر الله. هم كشفوش إلا عن علي كارتي، لكن هم في معاه 20 واحد كمان، لم يتم الإعلان عن أي واحد فيهم حتى الآن. من يوم الجمعة لحد دلوقتي ما علوش إلا عن علي كارتي فقط لا غير. ويكشف قيادته جبهة الجنوب، ما كانش حد يعرف، لكن إسرائيل عندها المعلومات فعارفة. ولما إسرائيل حددت قالت إنه ده المسؤول عن مسؤولية المنطقة الجنوبية، وهو المسؤول عنها، وهو اللي كان بيدير العمليات علي كارتي، وهو اللي كان بيدير عمليات على مدار العشر شهور اللي فاتت من جنوب لبنان. إسرائيل تعلن مقتل نبيل قوقع أحد كبار قادة حزب الله. على فكرة قتلوا الناس كتير، مستشارين لحسن نصر الله وقريبين من حسن نصر الله، ولكن احنا بنقول لكم بس على الاسماء القيادات الكبيره، لكن كل الناس القريبين من حسن نصر الله تقريبا صفوهم تقريبا لاول مره. خلوا بالكم ده مهم جدا جدا. اولمرت ده كان رئيس وزراء اسرائيل، بيعترف النهارده لأول مرة خلي بالكم رسميا بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال عماد مغنية. عماد مغنية ده أحد أهم القيادات العسكرية لحزب الله. فين؟ كان في سوريا عماد مغنية. مفيش مسؤول إسرائيل بيعترف عن عمليات بيعملوها، لكن لأول مرة أولمرت يعترف النهاردة. كان في الوقت ده هو رئيس وزراء إسرائيل، إمتى؟ 2008 عندما تم اغتيال عماد مغنية في سوريا. تم التنسيق ما بين أولمرت، وقتها كان جورج بوش الابن، انهم ينسقوا ما بين الموساد والسي اي اي المخابرات الامريكيه. ينسقوا في ايه؟ انهم يعملوا عمليات اغتيالات مع بعض.
تاني مع بعض ومفيش حد فيهم يعترف، يعملوا العملية ومحدش يطلع يقول إن إحنا عملنا. وبدأوا بالفعل، بدأوا يجمعوا معلومات عن عماد مغنية، كان أخطر واحد في ذلك الوقت موجود بيدوروا عليه. ما كانش عندهم صورة ليه إلا صورة قديمة لعماد مغنية، وعمره كان 22 سنة، وصورة كانت قديمة جدا. لكن التقطوا، خلوا بالكم من معلومات مهمة قوي، كنت بقرأ تقرير مهم جدا عن الحكاية دي. التقطوا حسن نصر الله كان عامل عزاء أو جنازة أو بيشارك في جنازة أحد قيادات حزب الله اللي كان اغتيل في ذلك الوقت أيضا. فظهر عماد مغنية بجانب حسن نصر الله لمدة 30 ثانية. أحد عناصر الموساد اللي هو بيتابع عماد مغنية وقت الفيديو ما اتعرض قال لك آدي، كانوا أطلقوا على اسمه موريس، كان اسم الحركة عشان الهدف يعني موريس، فقال لهم ده موريس وبدأوا يشتغلوا عليه. خلي بالك من لقطة 30 ثانية تسببت في قتل عماد مغنية، وبدأوا يشتغلوا على عماد مغنية. الأمريكان مع الموساد CIA، مع المخابرات، مع الموساد الإسرائيلي، وبدأوا يجمعوا حواليه كل المعلومات ويتابعوه ويراقبوه. خلوا وحدة مخصصة تتابع عماد مغنية، بدأوا يعملوا يتابعوا تحركاته. ولكن جورج بوش الابن قرر، قال لهم يتم اغتياله لوحده، مش عايز حد تاني معاه. رصدوه وكان معاه مين؟ قاسم سليماني في مرة من المرات مع بعض في سوريا، هما الاثنين واخدوا قرار. ولكن جورج بوش الابن قال لهم لا، يقتل لوحده، معهوش حد تاني. مرة تانية رصدوه وهو بيركن عربيته، ولكن كان في عربيات جنبه فيها ناس تانيين، فقال لهم لا. لحد ما كان عنده عربية ليها الاحتياطي، الكاوتش الاحتياطي بيتركب في ظهر العربية، شنطة العربية. فقدرت المخابرات الأمريكية يوصلوا لكل تفاصيل العربية بالكاوتش بكل شيء، ويعملوا واحد بالظبط زيه، ويتم نقله من أمريكا، خلي بالكم، من أمريكا إلى إحدى الدول ثم إلى سوريا. وغيروا كاوتش العربية اللي هو ملغم، وانتهزوا عماد مغنية، نزل دخل في لقاء بدون ما يكون معاه حراسته، غيروا كاوتش الإطار العربية ده الملغم في المكان، وكان مجهز بأجهزة اتصالات وتفجير عن بعد. عندما استقل عربيته تم تفجيره، تم تفجير عماد مغنية. لأول مرة أولمرت بيعترف إن هم اللي قتلوه 2008 في سوريا. ترند قانون البناء، ويمكن من يومين سيادة الرئيس كان إدى توجيه لوزارة الإسكان، وزارة التنمية المحلية، الجهات المعنية يرجع له قانون 2008. كانت عمل تعديلات في مارس 21، كانت عاملة مشاكل للناس ووقف أعمال البناء وغيره، ومشاكل كتيرة جدا للناس. فتعرض على سيادة الرئيس إنه يعني تسهيلات لصالح الناس، فسيادة الرئيس قال لهم خلاص ارجعوا لقانون 2008. وبالتالي هذا القانون هيعمل تسهيلات مهمة جدا للناس، جدا في عملية البناء، ولكن في ضوابط، ولكن تاني بقول في تسهيلات هائلة بتتم حاليا وتسريع في هذا الأمر. فقانون البناء كمان فيه اهتمام كبير جدا، بالكم دي بتبقى مرصودة بالكامل ومتصورة، ويمكن خلي بالكم لأنه الحاجات دي إسرائيل بترصد كل حاجة. بس بقول لكم رصدوا عماد مغنية في فيديو ما كملش 30 ثانية، ما بالك لو عملوا جنازة بكرة وقيادة حزب الله اللي باقية، اللي لسه باقية، اللي لسه باقيين هيبقوا موجودين في الجنازة بكرة. إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن يحدث؟ نروح لسيادة الرئيس على تحت السيسي النهاردة. سيادة الرئيس النهاردة بيقول لنا تاني رسائل في غاية الأهمية. إيه الرسائل؟
سيادة الرئيس زي ما بقول كده كان في لقاء مهم ولقاء سيادة الرئيس النهاردة بعد الاحتفالية وكلام سيادة الرئيس، الدولة كلها حاضرة، الناس كلها حاضرة بسم الله ما شاء الله، أداء على أعلى مستوى بصراحة، يعني أداء في غاية الأهمية والقوة. وزي ما بنقول كده هنا سيادة الرئيس في إفطار تقيمه كل سنة وزارة الداخلية، وسيادة الرئيس في هذا الإفطار كنا موجودين مع سيادته وطلب يبقى نتكلم، فسألنا أنا ونشأت ومصطفى بكري وأحمد أيوب، سألنا سيادة الرئيس في قضايا كثيرة، وسيادة الرئيس كان واضحا كالعادة. زي ما بقول كده يبقى مهم قوي بنسمع الرئيس، رئيس موجود بنسأله عن كل أسئلة الناس، أوضاع داخلية وأوضاع خارجية. سيادة الرئيس كان لسيادته رسائل مهمة قوي، نتابع لأنه ده خلي بال حضراتكم لسه حالا الفيديو لسه نازل حالا حالا نتابع. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة. وعقب انتهاء الحفل شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور بمائدة الإفطار، حيث دار حوار مفتوح تناول فيه سيادته مجمل الأوضاع المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة الأخيرة. كما تناول الحوار العديد من الملفات الإقليمية والدولية من بينها ملف سد النهضة. سد النهضة انت بتحاول بقدر الامكان انك انت تشاور في جلسات وفي حوار مختلف ولقاءات واستخدام ادواتك السياسية والدبلوماسية وحاجات اخرى كتير في انك انت تمنع الشر المحتمل ده. احنا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول تم انفاق ارقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل. احنا بنتكلم في يعني 400 مليار ولا اكتر، ها انا بتكلم في محطات معالجه ثلاثيه متطوره زي بحر البقر والمحسمه والدلتا الجديده اللي موجوده هناك. انت بتتكلم في مليارات كتيره. اللي انا قصدته بده ايه؟ في دايما في التعامل مع القضايا بتاعتنا كنا احنا ما بنركنش الى خيار واحد، لا احنا بنقول ايه، هنحاول ان كل الميه اللي ممكن نعيد استخدامها، احنا في الزراعة تقريبا 40 45 مليار متر مية، شغالين في خطة للزراعات الحديثة وشغالين في خطة لان احنا يبقى المعالجة الثلاثية المتطورة، وهيبقى تقريبا يا تاني يا اول دولة في العالم بعد حاجة سنوات بسيطة جدا بتعالج المياه اللي موجودة عندها. وفي الشأن الداخلي اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهمية وجود حوار مستمر داخل المجتمع. الحوار الوطني يا استاذ مصطفى، وانا شايف الدكتور ده قدامي، طب ما احنا اي قضيه من القضايا اللي انتوا الحوار ده احنا قلنا ده في حاله انعقاد يا فندم دائم مش كده، واي قضيه مش بس القضيه ديت عايزين تتكلموا فيها انا ما عنديش مشكله، وبالمناسبه اتكلموا واتكلموا في الاعلام، خلوا في بيانات بتتكلم، حد يشرح يقول حاجه، يعني حد يشرح في موضوع معين عن الاقتصاد، عن شكل القوة في العالم بقى عامل ازاي. يعني انت عايز تتكلم على طرح يساعد اللي بيسمعك انه اولا يحب يشوف. وبالمناسبة تاني هقول الاعلام والدراما قادر على ان هو يعمل رسائل اكتر كتير من اللي احنا وانتوا نقعد نتكلم مع بعضنا كده. من فضلكم حطوا النقاط والموضوعات الساخنة اللي انتوا خايفين منها بما في كلام بتاع، حتى موضوع الزلزال الكبيرة قوي بتاعت المنطقة وشكل المنطقة هتبقى عامل ازاي واحنا هنجابهها ازاي،
طول ما انتوا واقفين على رجليكم يا مصريين ومتماسكين اي حاجه هتبقى سهله. كذلك اكد سيادته على الدور المصري في السودان والصومال. طب احنا بنبذل جهد بقى عشان السودان يستقر، احنا بذلنا جهد عشان السودان ما يخشش ابدا في اللي هو دخل فيه. احنا بالنسبه لدعمنا للصومال، احنا بندعم الصومال في اطار مش عشان اثيوبيا، بندعم الصومال لان الدوله دي بقى لها اكتر من 30 سنه في حاله عدم استقرار. كل سنه وانتم طيبين. شكرا. ده طبعا جانب من سياده الرئيس، بقول لحضرتك رد على تساؤلات كثيره جدا ولكن مهمه قوي كمان، حكوا يعني جزء من يعني الجانب من تصريحات سياده الرئيس وطمأنت حضراتكم. ملف السد الاثيوبي، مصر شغاله عليه ازاي، اشتغلنا عليه ازاي على مدار السنوات الماضيه، موضوع الميه، محطات تحليه، انفاق زي ما سياده الرئيس، وكان بيسال دكتور مصطفى مدبولي قرابه 400 مليار جنيه بس في محطات الخاصه والمعالجه وغيره عشان ما يبقاش عندنا في مشكله ميه في الزراعه. بنتكلم على المحسمه، بنتكلم على بحر البقر، بنتكلم على الدلتا الجديده، وزي ما بقول كده بيبقى في مهم قوي. سياده الرئيس كمان اتكلم على الصومال، وجودنا في الصومال، دعم الصومال الشقيق، السودان ودور مصر ايضا في السودان والمحاولات مصر بتقوم بها ايضا لصالح الشعب السوداني واستقرار السودان. كثير طبعا من القضايا والملفات المهمه التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل يعني كل ما يتعلق بحضراتكم. وعشان كده يمكن لما بدات اتكلم حضراتكم دايما مهم حضرتك تبقى شايف الدنيا شكلها ايه. واحنا كان قاعده مع سياده الرئيس النهارده على الافطار، قاعده مطوله، وزي ما بقول لكم بتبقى فرصه مهمه قوي. سياده الرئيس يعني نسال سيادته، تخيلوا حضراتكم اي سؤال عند حضراتكم بيتم السؤال لسياده الرئيس، سياده الرئيس لا يعترض على اي سؤال، بالعكس بيجيب عن كل الاسئله بمنتهى الوضوح والشفافيه وبالارقام. خلي بال حضرتك ده بيبقى حاجات حتى ما فيش يعني زي ما بقول كده ترتيب، هي احنا قاعدين سياده الرئيس لو عايزين تسالوا حاجه، حد عايز يسال فيها طبعا كلنا موجودين نسال طبعا، بتبقى فرصه مهمه قوي. واحنا كمان وبنطلع على الهواء كل يوم ابقى طالع على الهواء عندي معلومات، عندي كلام، عندي رؤيه، عندي رؤيه واضحه، رؤيه واضحه، مش بنتكلم زي ما بقول كده مسار قدامنا، شايفين وضعنا ايه جوه بره، تحديات بتواجهنا شكلها ايه، رايحه فين، جايه فين، وكل هذه الامور. ولكن تاني بقول يعني بتكون رسائل في غايه الاهميه، وكل التحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه. وسيادة الرئيس اهتمامه كبير جدا، حريص جدا على الشفافيه، حريص جدا على الاعلام، بيقدر الاعلام بمنتهى القوه، بمنتهى القوه، وانا بكررها مرتين وثلاثة او عشرة، بيقدر دور رجال الاعلام، بيقدر دور وسائل الاعلام، بيقدر دور الصحافة المصرية، بيقدر هذا الدور، لانه زي ما بقول كده في الاخر كل واحد عنده رسالة، وفي كلنا في الاخر الدولة المصرية، كله المصلحة الدولة المصرية. فاصل ثم اعود لحضراتكم. برجع مع حضراتكم مرة تانية، كل التحية النهاردة لولادنا كلية الشرطة النهاردة، خريجين الجدد اليوم بصراحة مع طلبة كلية الشرطة، لأنه العروض اللي تمت النهاردة ما بين الخريجين وأيضا الطلبة كانت، وطبعا لحظة وصول سيد الرئيس وتحية وحفاوة كبيرة جدا. سيد الرئيس يحيي طبعا أسر الطلبة، أسر الخريجين اللي موجودين، أعداد بسم الله ما شاء الله جاية من كل مكان، ويعني كل التحية لحبايبنا كلهم اللي قابلناهم النهاردة الصبح وإحنا في الاحتفالية، قبل الاحتفالية أو حتى أثناء الاحتفالية أو بعد، لهم بنحييهم كلهم، بنقول لهم مبروك ليكم، مبروك لي
أولادكم اللي أصبحوا النهاردة خلاص انضموا لجزء من منظومة العمل الأمني ووزارة الداخلية. كان طبعا سيادة الرئيس وصول، وكان في استقبال سيادته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، حرص شديد جدا على هذه الاحتفالية. زي ما بقول كده الأسبوع ده أسبوع يعني احتفالات، وبدأناها من الأسبوع اللي فات كليات العسكرية ضباط احتياط، ثم المعلمين بكرة، ثم النهاردة الشرطة، ثم بعد كم يوم عندنا كليات العسكرية كمان، تبقى احتفالية هائلة هائلة واحتفالية ضخمة هتتم إن شاء الله الكليات العسكرية، تخرج الكليات العسكرية. وطبعا سيادة الرئيس حريص دايما على يعني تواجد، على الحضور، على المشاركة مع أسر الخارجين، وفي طبعا بتكون احتفالية كبيرة واحتفالية رائعة. طبعا سيادة الرئيس بعد الوصول وسيادة المستشار عدلي منصور وثم السلام الوطني، وبعد ذلك سيادة الرئيس صفح يعني كبار رجال الدولة موجودين فيه، وكل الناس بصراحة يعني سيادة الرئيس كان حريص على يسلم على كبار رجال الدولة الموجودين والوزراء والناس كلها اللي كانت حتى موجودة في المنصة الرئيسية. وبالتالي بعد ذلك بدأت العروض والاحتفالية والتدريبات، عروض رائعة، جهد متميز، احتفالية رائعة قدمها الخريجين ومع طلاب كلية الشرطة النهاردة في هذا الاحتفال المتميز للغاية، وجهد كبير جدا. وظهر كمان في تميز للشرطة النسائية. السيد وزير الداخلية النهاردة السيد محمود توفيق أكد كمان على أنه في حرص على زيادة الأعداد، أعداد الشرطة بينضموا سواء كلية الشرطة أو بيتكلم على المتخصصين من الخريجين أو الخريجات تحديدا من بناتنا يعني بينضموا. واللي أكد وزير الداخلية على أنهم أو أنهن يعني أثبتنا الكفاءة في مختلف مجالات العمل الأمني، وبالتالي كان في حرص شديد جدا. لواء هاني أبو المكارم طبعا مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة ألقى كلمة ثم قدم إهداء تذكار للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني احتفالية رائعة. وزي ما بقول كده يعني بيكون فيها مناسبة، كمان سيادة الرئيس بيكون حريص على شرح بعض الأمور وتقديم رسائل مهمة للشعب المصري. سيادة الرئيس كمان تحدث في خلال هذه الاحتفالية في رسائل مهمة جدا وقوية جدا خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. سيادة الرئيس تكلم على ما يحدث في المنطقة ومصر بتتعامل ازاي مع هذا الملف. سيادة الرئيس كمان كان حريصا على الحديث لحضراتكم، اتكلم على الشائعات، اتكلم على دور حضراتكم ودور الإعلام، المفكرين، المثقفين، طبعا توضيح كل هذه الأمور. وتاني سيادة الرئيس كان حريص جدا على الحديث بمنتهى الشفافية مع الشعب المصري. نتابع. عايز أقول إن زي ما اتقال كده أثناء كلمة السيد وزير الداخلية إن المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا، وإن احنا حرصنا في مصر ان احنا تبقى سياستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، واحنا حذرنا منه وقلنا ان استمراره ويعني هيؤدي الى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم، وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر ان احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا، ثوابتنا ان احنا حريصين على ان احنا نكون بنمارس سياسه تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعيه. وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين، والحقيقه احنا في ظل الظروف اللي موجوده يعني على حدودنا الغربيه والجنوبيه، ودلوقتي بقالنا سنه تقريبا على حدودنا الشرقيه، والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعا متابعين كل حاجه، هل ده يعني يجعل او يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك
لازم نبقى قلقانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة. وإحنا يعني بقالنا تقريبا قناة السويس تقريبا أكتر من 50-60% من دخلها إحنا فقدناه، أكتر من 6 مليار دولار خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا. مش عايز أطيل عليكم في النقطة ديت، لكن عايز أطمنكم إن إحنا بخير والأمور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة ومن من من يعني من جيد أو من حسن لأحسن. طول ما إحنا في مصر، طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا، إيدينا في إيدين بعض ومطمنين على إن إحنا بندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن ما أمكن دون التورط في يعني في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. طول ما احنا كمصريين متماسكين ومتحملين، هقولها بالطريقة دي متحملين، بس في نقطة أضيفها في الآخر خالص كده، أقول إن من فضلكم من فضلكم انتبهوا جدا، لأن طبعا في الفترة دي ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والإعلام واضح المهمة بالنسبة له وواضح الخطر بالنسبة له. عملية الكذب زي ما بقول كده والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله أساس من الصح كلها. يعني هقول ايه بس، يعني بيقولوا كلام كتير مش مظبوط، وانا صريح معاكم وصادق معاكم دائما وهفضل كده طوال ممارستي للمهمة هنا. بهني الأسر وبهني الخريجين وقال لهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم أبناء مصر بما يليق باللي انتوا تعلمتوه بالقيم ديت. لا شك ان التعامل يعني مع الرأي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له محاذيره يعني، ولكن صبركم واللي انتوا تعلمتوه في التعامل مهم قوي قوي ان هو يبقى في دائما قدام عينيكم عشان تبقى العلاقة القوية اللي انتوا بتجروا وتحاولوا ان انتم تعززوها مع شعب مصر لما اهلنا كلنا تستمر وتزيد. خلي بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من اسركم وان شاء الله موفقين دائما وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. مش عارف لو قلت النصيحة دي خلي بالكم من حاجتين، وزنك والسجاير. حتى في الافلام كلها اللي بتيجي يجيب ضابط الشرطة السيجارة ببقه، خير يعني؟ هو ضابط الشرطة معرفش يفكر الا بالسيجارة ولا ايه؟ ها يا محمود؟ خير ايه الكلام دوت؟ لا لا لا، السيجارة والوزن. ربنا يديكم الصحة ويوفقكم ويحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. نتابع السيد محمود توفيق وزير الداخلية ماذا قال في كلمته اليوم خلال هذه الاحتفالية، ورسائل مهمة جدا حول الوضع الأمني، حول هذه الاحتفالية الأسر وللخارجين كمان. نتابع السيد وزير الداخلية ثم فاصل وعود لحضرتك. ومن دواعي الفخر والاعتزاز مواكبة احتفالنا اليوم لذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي جسد بطولات ملحمة أبهرت العالم. وفي هذه المناسبة يسعدني وهيئة الشرطة أن نتوجه بالتحية والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة، راجين المولى عز وجل أن يكلل مسارات التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن بالأمة المصرية للمزيد من التوفيق والسداد. السيد الرئيس
تتقدم مصر بقيادتكم لتحقيق الإنجازات والتطوير في كافة المجالات، مدعومة بإرادة وطنية لبناء دولة حديثة، مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات والأزمات المتتالية الناجمة عن تصاعد حدة الصراعات والاضطرابات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي ألقت بظلالها السلبية على المقدرات السياسية والاقتصادية لشعوب العالم، وفرضت على بلادنا تحديات كبيرة بحكم موقعها الجغرافي والمسؤوليات الواقعة على عاتقها لدورها الريادي في المنطقة. وهنا تدرك وزارة الداخلية حجم التحديات التي تحيط بالوطن، وتكثف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال القراءة الدقيقة للتهديدات الأمنية المتنامية بالمنطقة، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون، وجهاض المحاولات اليائسة والمستمرة للتنظيمات الإرهابية ومن يشاركها أهدافها الآسمة لاستعادة توازنها وقدراتها لإحياء أنشطتها الهدامة عبر الترويج للأكاذيب والشائعات وتزييف الحقائق. وتحرص الوزارة على اتخاذ أقصى درجات اليقظة واستمرار الأخذ بزمام المبادئة والاستباق الأمني في مواجهة تلك المخططات، استنادا إلى وعي وتلاحم شعبي. الجمع الكريم انطلاقا من أهمية الأمن باعتباره ركيزة جوهرية للتنمية، تحرص السياسات الأمنية على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي والأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتحقيق نقلة نوعية في شتى قطاعات الوزارة، وتوطيد دعائم منظومة أمنية متطورة تتكامل فيها مقومات البنية التحتية وكفاءة المقدرات والمنشآت الشرطية، مع استمرار تطوير الدعامة البشرية من خلال برامج تدريبية وعلمية مدروسة تبدأ من أكاديمية الشرطة والمعاهد التدريبية، وتستهدف بناء الشخصية المهنية واكتشاف القدرات لرجل الشرطة ليكون على جاهزية لأداء مهامه ومواجهة التطور المضطرد في آليات وأساليب الأنشطة الإجرامية التي باتت تعتمد على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مآربها. أبنائي الخريجين، أديتم اليوم قسما عزيزا غاليا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم النبيلة في حماية أمن الوطن والمواطنين، ماضين لنصرة الحق والعدل، متمسكين بالشجاعة والمصابرة والإقدام في مواجهة التحديات. فاجعلوا من قسمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل وواجب، وكونوا ملاذا للمواطن في تحقيق أمن وسكينته مهما تعاظمت التضحيات. برجع مع حضراتكم مرة تانية. امبارح كان في زيارة مهمة جدا لسانت كاترين دكتور مصطفى مدبولي امبارح. طبعا الأحداث كتيرة جدا، فامبارح ما لحقناش نتكلم، ولكن مهم قوي هذه الجولة، لأنه رئيس الوزراء بيتابع في جنوب سيناء. كان طبعا بحضور الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وعدد من السادة الوزراء كانوا موجودين مع دولة رئيس الوزراء امبارح خلال اولا مطار سانت كاترين. بيتوسع مطار سانت كاترين عشان يبقى مطار دولي يستقبل. حضراتكم عارفين سانت كاترين كان فيها مطار بيقفل، يعني بيشتغل بالنهار بس، ولما رحت مرتين ثلاثه يدوب بالنهار فقط مفيش. لكن دلوقتي لا، بيتعمل. سيادة الرئيس عنده اهتمام شديد جدا بسانت كاترين، الموقع التجاري الاعظم، ارض السلام. بيتكلم سيادة الرئيس كمان اهتمامه، ولسه كان من كام يوم عامل اجتماع ايضا بسيد محافظ جنوب سيناء عشان التنمية اللي بتحصل في جنوب سيناء. خلينا نروح لدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء. سيادة المحافظ، اولا مساء الخير وتحياتي لسيادتك. مساء النور، وربنا يبارك لنا في حضرتك يا استاذ احمد.
ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. اولا كل التحيه وفرصه اول مره، ولكن سعداء بوجود سيادتك معانا. عايزين نتكلم على امبارح، دوله رئيس وزراء موجود في سانت كاترين، ايه اللي تم امبارح؟ ايه المشروعات؟ وصلنا لحجم انجاز ايه؟ ايه اللي بيتم النهارده على ارض سانت كاترين؟ طيب الاول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لازم اشكر فخامه السيد الرئيس. اولا هو ادانا الفرصه ان احنا نستعرض استراتيجيه المحافظه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. نعم. وبيطمن على اننا فاهمين التوجيه كويس وماشيين في الاطار العام لاستراتيجيات الدوله وخطه مصر 2030. نعم. احنا مشتغلين لوحدنا. نعم. طبعا كان بيطمن سيادته على ده وعرضنا امامه وفي حضور دوله. ده اللقاء اللي كان من 3 أو 4 أيام تقريبا. يوم الثلاثه اللي فات. اي فندم. طبعا ده كان داعم لينا وفرصه مش هتجيلنا كتير. لازم نبني عليها. طبعا سعادتك في طيب ممكن سيادتك طالما دخلنا في لقاء مع سياده الرئيس، اللي هيتم في جنوب سيناء لسيادتك عرضته على سياده الرئيس وتوجيهات سياده الرئيس في هذا الامر؟ والله اللي احنا عرضناه على سياده الرئيس بالنسبه لاستراتيجيه المحافظه في الفتره القادمه، استراتيجيه هي استراتيجيه تنمويه احمد بيه. نعم. تنميه شامله. طبعا في يعني سيادتك اسس استراتيجيه للتنميه. يعني ايه اسس استراتيجيه؟ احنا مش هنشتغل واحنا مغمضين. نعم. الفتره اللي فاتت خلال 70 يوم دول اللي احنا من يوم من بعد حلف اليمين واستمرارا حتى ما انا بكلم سيادتك. نعم. هو ادانا الفرصه كامله واستعنا بكل القدرات الموجوده على ارض الوطن وهي ناهضه ونستبشر بها خير بان احنا نوضع الاستراتيجيه تتوافق وامكانيات محافظه جنوب سيناء. اشتغلنا طبعا على رؤيه مصر 2030 ورؤيه فخامه الرئيس لهذا الموضوع واستراتيجيه الدوله المصريه. طب عملنا ايه بعدها؟ شفنا الاهداف الدوليه للتنميه المستدامه بكافه مكوناتها. هتشوف العالم بيشتغل ازاي في محفزات التنميه والاستدامه. نعم. والمدن الخضراء ومدن الجيل الرابع ومدن الجيل الخامس. هتشوف انا فين. نعم. منها وايه المطلوب عشان اوصل لده احمد بيه. نعم. التنوع الجغرافي في مساحه جنوب سيناء امتدادها البحري، انا عندي حوالي 800 كيلو سواحل ما بين خليج السويس غربا الى مرورا براس محمد وشرم الشيخ. نعم. وصعودا في الجهه الشرقيه لحد خليج العقبه. نعم. توافر بنيه تحتيه قويه في مختلف المجالات لازم اكمله. الدوله اولت هذا اهتمام كبير وصرفت عليه واحنا مصرين نحافظ على ده وندعمه. الامكانات الهائله والمتنوعه اللي بتتيح الفرص الاستثماريه الكبيره لجميع مدن المحافظه. والدعم الكامل من الدوله طبعا وعلى راسها دوله رئيس الحكومه بتوجيهات فخامه الرئيس. الدعم ده مهم جدا في كل مراحل النمو سواء الاقتصادي او البشري او كل مناحي الحياه. طب هنعمل ايه خارج شرم الشيخ؟ يعني شرم الشيخ خلاص ما شاء الله. طبعا شرم الشيخ دي درة التاج ولازم. نعم. نبقى محافظين على كده. نعم. بنحافظ على الاستدامه فيها وبنكمل التنميه. بطلع بالظبط خطه التنميه في 5 ثواني. اتفضل يا فندم. احنا خدنا على سبيل المثال قطاع اللي خلينا المحافظه كلها متقسمه لخمس قطاعات تنمويه عشان نسهل على نفسنا الامر شويه ونحاول ندي لنفسنا مساحه اكبر في المتابعه. نعم. خلينا قطاع اسمه شرم الشيخ دهب، ده يرتكز على السياحه العالميه وتطويره في الاتجاه الشرقي للمحافظه. اضيف دهب لشرم الشيخ، بقى عندي شرم الشيخ جديده ودهب فيها مقومات سياحيه وبؤر جاذبه. شرم الشيخ جديده؟ شرم الشيخ جديده. بدهب. وتبقى امتداد طبيعي لشرم الشيخ. كويس. وفيها مقومات احنا عايزين حلقتين من بتوع سيادتك دول شرم واحنا نقول فيهم، بس حلقتين مش بتوع خالد مبارك، حلقتين كده زي اللي مع الفريق كامل كده. حاضر حاضر. عينيا. الله يخليك يا فندم. تشرف تشرف. وبعدين قطاع ابو زنيمه بورديس فيه. نعم. مقومات تعدينيه كبيره جدا. ففكرتنا بعد ما قعدنا مع كل الناس واللي سبقونا بدراسات قيمه جدا ان احنا نعمل من ده مركز للصناعه والتعدين. والقطاع الثالث يا احمد بيه قطاع الطور سانت كاترين. يبقى مركز للتراث العالمي وسياحه وين سيرف في الطور، وفي بعض الموروثات في الطور
دينيه نكمل ده مع عمليات في سانت كاترين وارجع تاني لكاترين اقول لك فيها ايه. اتفضل يا فندم. وبعدين قطاع نويبع طابه ده نشتغل فيه على انه يبقى منفذ دولي ومركز تجاري لوجيستي. انت طبعا حافظ الخريطه. طبعا. هو مواجه لاشقائنا في الخليج. نعم. ودلوقتي المملكه العربيه السعوديه بقت تقريبا واخده كل تجاره الشرق اللي جايه عندها عشان تختصر ملف التجاره ده، ويبقى احنا محطه بتقابل اخواننا وبنكمل بعض، وينطلق من عندي في اتجاه اوروبا مرورا بقى بخليج السويس عندي او شرق بورسعيد لحد ما نعمل القطر من طابه للعريش. تمام يا فندم. البحرين الاحمر. انا عارف ان انت يا احمد دي مذاكرها معانا كويس. اتفضل يا فندم. وكمان المينا بتاعه العريش اللي بيطورها دلوقتي. أيوة. الدوله. نعم. بتوجيهات فخامه الرئيس. نعم. عشان بقى عليها طلب دلوقتي وفيها كميات لا تتخيلها من التجاره العالميه، وخصوصا ان العالم يعني يبغي هذا، لان مصلحته معانا في قصر المسافه وسهوله التداول وكل حاجه بغض النظر عن ان احنا اقرب واقصر طريقا. نعم. القطاع الاخير وهو الخامس قطاع صدر، واحنا بنحلم ان يكون بوابه داخليه للمحافظه وامتداد طبيعي للترفيه والترويح عن المواطن المصري البسيط، لان مسافته حوالي احمد بيه حوالي ساعه تقريبا، يعني طريق السويس والنفق بعد التجديد ما بيكملش ساعه، ولاقي نفسي فين؟ في راس سدر. نعم. يبقى انا ممكن في راس سدر استوعد نمو سكاني وتوطين وسياحه وكل اللي انت عايزه، وزي ما انا عندي ساحل شمالي يبقى عندي ساحل شرقي. ليه لا؟ ما يبقاش عندنا ساحل شرقي. المقومات موجوده، دي الفكره. الفكره يبقى كده. عندي ساحل شرقي كمان. عندي ساحل شرقي وهو اقرب لاخواننا. احنا هنا حاج بنتكلم، المخاطب بيتكلم على الخمس مخططات في الحاجات المختلفة، بنتكلم على السياحة وتعدين وغيره ونقل بحري وغيره، نتكلم على كمان تنمية بشرية، يبقى عندي بالإضافة لده. اتفضل. عشان كده يا فندم احنا اشتغلنا في كل المحاور اللي تجذب اخواننا من الوطن العربي كسياحة واستثمارات، وتجذب المواطن المحلي اخويا وزميلي وبلدياتي اللي تكدس في وسط البلد. نعم. بتكلم على الدلتا، انا انقل. نعم. من الدلتا لوسط البلد. نعم. انقل من الدلتا لوسط يعني احنا دلوقتي بنتكلم على تعمير سيناء بالبشر من الشمال طبعا الى الجنوب. يا فندم. من الشمال للجنوب. طبعا يا فندم. وراجع يا فندم سياده الرئيس في احتفالات ابريل السنه دي. نعم. قال كلمه لو انت سيادتك معايا اقولها لك في 30 ثانيه. طب قال ايه؟ واحنا مخلينها تتزرع في ودان الناس، لو معايا احمد دي اسمعها لك. اتفضل. انا مش عمري ما انساها، انها كلمه فاصله ولازم. اسمع يا فندم. اتفضل يا فندم. اسمع رئيس الجمهوريه قال يا فندم. اتفضل يا فندم. كما كانت الحرب من اجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا، كذلك كانت الحرب من اجل تطهيرها من الارهاب. لتنمية سيناء وتعبيرها واجب وطني مقدس بيت وسط يا احمد بيه. اتفضل سياده المحافظ. طبعا خدت بال سيادتك بتقول ايه؟ التاكيد على التنميه والتعمير. رسائل يا فندم. رسائل. التنميه هي المعركه الثانيه بتاعتنا لتعمير سيناء. واجب وطني تنميه سيناء وتعميرها واجب وطني مقدس ايضا. بس يا فندم طب احنا بنتكلم على بالاضافه للاستثمارات وغيره، بتكلم على ناس يعني طبعا. بتكلم مثلا الساحل الشمالي نتكلم 4 5 6 10 مليون. طب هنا بتكلم طبعا. على قد ايه؟ هنا بتكلم على حجم بشر بنقله لوسط سيناء. انا بتكلم في المراحل الاولى من مليون و2 مليون. ايوه. ثابت الى 10 و12 مليون يا فندم، متوزعين على الخمس قطاعات التنمويه اللي انا حكيت لسيادتك عليها. نعم. حاج بتكلم من هنا ل 30 ولا فيما بعد؟ لا انا بتكلم فيما بعد. انا المرحله الاولى ده. المرحله الاولى الواحد مليون واحد ونص مليون 2 مليون. اللي في خلال قد ايه دول المرحله الاولى؟ بدايه يا فندم ان شاء الله من السنه الجايه بعد ما نحط كل الاسس بتاعه استكمال البنيه التحتيه واستكمال المخططات. كويس. بدايه من انطلاق شراره العمل هيبقى في انتقال مؤقت للعماله والموظفين والاستثمارات والعمل، ومن هنا اقدر اجيبهم بعد ما احقق لهم تنميه وخدمات ومجمعات ووفر كل احتياجاته. بس طبعا يا فندم. انا مش هنقل المواطن واقول له انزل تاني القاهره روح مدرسه ولا ودي. نعم. ابنك في مستشفى. نعم. لازم اجهز. لازم اجهز. عظيم. طيب نتوجه الى دوله رئيس الوزراء وزياره امبارح سانت كاترين. والله امبارح الزياره كانت مثمره جدا، وهي كانت بتوجيهات فخامه الرئيس يطمن احنا عاملين ايه
في مشروع التجلي اللي هو نقطه. انا بس بكمل على كلام حضرتك، هو له من الاهميه الكثيره جدا المشروع طبعا ده، لكن يا احمد بيه انا عايز بس الفت نظرك ان المرحله الاولى في نقطه في جمهوريه مصر العربيه فخامه الرئيس حط بذره قربت تنتهي، وموعودين بالافتتاح. احنا بنوعد سيادتك ونوعد فخامه الرئيس ان احنا نكون قد المسؤوليه، وقبل نهايه العام نكون خلصنا المرحله الاولى. المرحله الاولى فيها 18 مشروع يا احمد بيه، مش مشروعين ولا ثلاثه. نعم، الصوره واصله عند الناس ضاله في حجم الاعمال، وهي بالعكس هي ضخمه جدا. نعم، احنا عندنا طبعا المطار وانت اسهبت فيه. نعم، عندي مركز للزوار. عندي ساحه السلام. نعم، عندي مجمع اداري. عندي تطوير المنطقه السياحيه. عندي شبكه الطرق والمرافق. عندي تطوير وادي الدير. عندي الحي السكني الجديد بالزيتونه. اعمال اللاندسكيب ومسارات المشاة. عظيم. تطوير اسكان البدو. تطوير البلده التراثيه. نعم، طرق اقطار السيول. نعم، بقينا بنشتغل على السيول يا فندم بالدفاع المسبق، مش بنستنى الحادثه ونصلح زي زمان. فخامه الرئيس قال طبقا لاحدث ما وصل اليه العالم من حمايه للطرق والارواح المواطنين. كويس. من اخطار السيول. نعم، بننفذ مشروعات ضخمه للحمايه. محطه كهرباء تخدم ده كله. انشاء امتداد للنزل البيئي. فنادق اخبارها ايه؟ فندم؟ فنادق، الفنادق. والله ما اكذبش عليك، احنا حققنا في الفتره دي غرف فندقيه هناك كتير جدا، وممكن بقول لك في وقت تاني اقول لك بالتفصيل كل مستوى فندقي وصلنا فيه ايه. لا، يعني حي الزيتونه ده اكتر من مستوى؟ اكتر مستوى عشان يستوعب كل المستويات القادمه. ما اقدرش اعمل كله خمسه نجمه وابص الاقي المستوى السائح اللي عايز اربعه نجمه، او مستوى سائح من نوع تاني يحب الغرف الفندقيه اللي بتبقى صحيح زي الشقق. كل ده متوفر. نعم، وبفضل طبعا تعاون وتضافر كل جهود الدوله. ودي توجيهات سيادته طبعا، معايا وزاره الاسكان، معايا اخواننا اتصالات، وزاره السياحه واثار، السياحه والطيران، كله يا فندم. نعم، كله يا فندم، وكله حضر امبارح الزياره. التنميه المحليه عشان نأكد على المفهوم ده. عظيم. المفهوم ده في فندق جبلي، في استراحه كبار زوار، ازدواج طريق المطار بقى، وتطوير النزل البيئي، وتطوير ميدان النبي صالح. حتى المطار سياده المحافظ، المطار، معلش، المطار بنتكلم على حجم حركه قد ايه؟ انا ما اقدرش اقول لك دلوقتي حجم حركه قد ايه، لان انا دلوقتي انا بستقبل فعلا طيران. هو سياده امبارح دوله الرئيس الوزراء دكتور مصطفى نازل بطياره يا فندم في المطار. احنا بنشطب وبنرفع المستوى. هي دلوقتي بتستوعب الطيارات فئه بي والهيل. انا مش متخصص يعني، بس بتكلم بمعلوماتي المحدوده. نعم، لكن المطار هيستوعب الفئه ان شاء الله بالافتتاح اللي هو قبل نهايه العام باوامر الرئيس، هيستوعب الفئه الف، والمطارات بيزداد طولها لحد لما توصل ل 2 كيلو وربع عشان ياخد الطيارات الكبيره يا فندم. نعم، لكن فعلا ما امبارح دوله الرئيس نازل يا فندم بطياره هو وضيوف. نعم، بعد اذن سيادتك يعني. نعم، فهي الدنيا ان شاء الله بخير، واوعدك قبل اخر السنه اني هنبقى قد الالتزام ده. طيب، المرحله الاولى قبل اخر السنه ولا على احتفالات ابريل ان شاء الله؟ لا، 25 ابريل. قبل اخر السنه، عشان احنا لازم يكون عندنا التزام مع رئيس الجمهوريه. هو امر بكده واحنا لازم ننفذ ده. وحتى لو ده تحدي كبير ومشروعات كبيره وعملاقه، انا عايزك توضح لاخواني بس ان هم مش مشروعين ولا ثلاثه، بقول لحضرتك 18 مشروع. نعم، 18 مشروع دول ممكن يكونوا استثمارات دوله ثانيه يا فندم. نعم، دوله ثانيه اقل مننا تبقى استثماراتها 18 مليون. في ارقام عن حجم استثماراتهم ال 18 مشروع دول؟ برضه بالتفصيل اقوله لسيادتك. لكن انا اقدر اطمنك ان انا عندي 10 من المشروعات دي تجاوز نسبه التنفيذ فيهم ال 80%. وخمس مشروعات فيهم بقيت فيهم من 50 ل 80% مستوى تنفيذ، وفاضل لي ثلاث مشروعات اللي هم حوالي 25% تنفيذ. فانا ان شاء الله بنهايه العام او قبل نهايه العام زي ما وعدنا هنكون مقفلين دول مع الوزارات واتساقا مع التوجيهات الرئاسيه. في كل ده احنا مش عشان بس سعادتك، سعاده اخواننا، لازم اكلمك. اخواننا بيبقى بتروح في دماغهم ان احنا شغالين بس للاستثمارات والسياحه والبنى دي. لا يا فندم، انا انت عارف خالد مبارك عاملين للمواطن ايه البدوي يا فندم. بقول لسيادتك، عارف انت اخونا يعني، عارف الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام كل شويه ما يجي وصي وصينا على الدار حتى ظننت انه سيورثه. نعم، عارف الحديث ده. نعم، انا بقى بتوصى على المواطن حتى وصلني الاحساس ان انا هورثه. بتوصى على المواطن كده، خدمه المواطن وتلبيه احتياجاته
دي توصيات القيادة السياسية. والاستجابة الفورية لأي شكوى من المواطنين والاستماع ليها هي أولوية أولى وقصوى. اسمع الناس اسمع الناس اسمع الناس اسمع الناس واستجيب. دي توجيهات رئيس الجمهورية وبيأكد عليها بكل وقت وحيد زي ما بقول لسيادتك. طيب سيادة المحافظ، أهالينا والتشغيل والشركات اللي شغالة وفرص العمل المتاحة على الأقل دلوقتي في المشروعات الموجودة ال 18 مشروع، الأولوية ليهم يا فندم. أيوه الأولوية ليهم. نعم. وأنا لو مش في بالي، لو مش في بالي إخواني أهالي سينا، أنت عارف أنا السنة دي على محور التعليم طبعا والصحة. إحنا التوجيهات الرئاسية فتحنا مستشفى الدور ومعاونة زميلي وأستاذي السيد النائب الدكتور خالد عبد، فتحنا من اسبوعين ثلاثه مستشفى الطور يا فندم. نعم. مستشفى 240 سرير بنفذ القوات المسلحه. نعم. اسمها الفيروز يا فندم في الطور للاهالي. نعم. ولا سيادته امر فورا، احنا مش بنستنى افتتاح رئاسي ولا، المهم نخدم الناس، افتح المستشفى. صح. وجات الاوامر وسيادته فتح المستشفى واعتقد ظهرت عندك في البرنامج. نعم. ده في محور مهم جدا. نعم. احنا عندنا يا فندم في مستشفيتين في نويبع ودهب برضه، دول فيهم واحده خلال اقل من شهر او قبل نهايه العام هتكون مفتوحه برضه تخدم دي سانت كاترين، وعندي مستشفى اوريدي في طابه. الجانب الاخر بيشكر فيها يا فندم، بتجيلي جوابات شكر في مستشفياتنا يا فندم. احنا بتجيلنا اجانب مش عايز يسافر وعايز يتعالج في مستشفيات شرم الشيخ وطابه. احنا مش عايزين كل شويه نكسر مقاديف بعض لا احنا كويسين ولازم يبقى عندك شغل. محافظ الناس والله بتقدر، والله بتقدر الشغل، بتقدر. لا انا مش عايزه، انا مش عايزه يقدر الشغل والله، عايزه يقدر نفسه، يقدر نفسه ويحس يعني ايه مصري، يعني ايه مصري يا فندم. والله من اكبر مواطن لاصغر مواطن ان وجد فينا صغيرا، وانا بقول ما في ناس صغير. طمني طمني طيب يا فندم، لحد ما اكيد ان شاء الله نيجي نعمل حلقه واثنين، ويعني ما عندناش، بالعكس نسعد بده. طب انا عايز اقول لك نقطه واحده، انا اطمنك بس عايز اقول لك نقطه واحده عشان تبقى عارف ان الناس دي في قلوبنا، ولولا توجيهات سيادته واصرارنا وتعاون كل الجامعات وفئات التعليم في مصر. اتفضل. انت عارف يا استاذ احمد، نعم، انا بس مش عايز حد يغير مني او يسعى ياخد زيي، يعني احنا جايبين السنه دي منح للتعليم وطلبه جنوب سيناء كم منحه تعليميه في الجامعات المصريه. بس ما يعني امسك الخشب وانت بتتكلم. اتفضل يا فندم. 270 منحه كامله وجزئيه. خدت في البريطانيه 8 منح. في اليابانيه 5 منح حتى الان وان شاء الله يزيدوا، مجانيه كامله. عظيم. 8 منح في الصينيه. نعم. خدت 10 في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. هايل. خدت 20 في حورس و14 جزئي. لما اقول 20 يعني 20%، عارف يعني ايه 20؟ انت اكيد عندك ولاد وعارف بتكلف كام في السنه تعليم. نعم. منحه كامله بالاقامه يا فندم. جامعه سينا 27 منحه مجانيه. هايل. 50 منحه في الملك سلمان الدوليه ودي جامعه اهليه. وخدت 113 جزئي بخصم في برج العرب التكنولوجي. معهد سينا اداني 5 منح. الاجمالي 270. كل ده لاهالينا في جنوب سيناء. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. ايوه ايوه يا فندم. الرقم ده يا احمد دي انا مش عايزك تستهين بيه. خالد مبارك ما جابش دول من جيبه او هو غرمهم. ده اخواننا في الجامعات والاساتذه واللي عرفوا قيمه الوقوف جنب المجتمع ده لغرس التنميه فيه وجعله عنصر فاعل في الوطن ويحس ان احنا طول عمرنا. طيب سياده المحافظ، عشان هيكون عندنا لقاء مطول بعد كده ان شاء الله، طمنا على السياحه يا فندم الاول قبل ما نشكر سيادتك. برضو انت لسه ماسك الخشب ولا شيل ايدك؟ لا ماسك اهو. طيب اختصارا اختصارا، احنا السنه دي في شهر 8 ده تجاوزنا نفس الارقام اللي كانت السنه اللي فاتت في شهر 8 من 6 ل 8%. يعني كنا السنه اللي فاتت مستوانا في نفس التوقيت قبل كمان حرب غزه كنا 68% و66% نسب اشغال. احنا السنه دي في نفس التوقيت رغم مرورنا بالظرف ده والعالم كله مر بيه، احنا عدينا ال 74 ل 76% يا استاذ احمد اشغال. وده مش موسم يا استاذ احمد. ان شاء الله ان شاء الله لو انت تفضل تسال كده من ورايا، بس هم طبعا انت عارف بيخافوا من الحسد. احنا في شهر 10 السنه دي و11 هنكون افضل من 10 ل 15% من نفس التوقيت في العام الماضي باذن الله. دي اخبار مبشره. ويلا انت اول واحد يعرف. شرف لينا. انا ما بحبش لان ده مش فضلي، ده فضل الله علينا وتضافر جهود كل الناس والتوجيهات اللي احنا شغالين بيها. سياده المحافظ شرفت بوجود حضرتك معانا النهارده. ده انا اللي شرفت بيك، وعلى وعد ان احنا نتقابل في فرصه تكون يعني مستفيضه. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء. فاصل اخير وعود لحضراتكم.
أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أشوفكم بكرة إن شاء الله، تصبحوا على ألف خير.